مرحبا، أنا اسمي دكتور ناجي صغير. أنا بروفيسور في الجامعة الأمريكية في بيروت، رئيس قسم أمراض الدم والسرطان ومدير مركز علاج سرطان الثدي في المركز الطبي بالجامعة الأمريكية في بيروت، معهد باسيل السرطان. أنا اليوم بدنا نحكيكم حسب ما أعلنت علينا الانونسمنت تبعت الجامعه الامريكيه، بدنا نحكي اليوم عن سرطان الثدي. نحن هلا بشهر اكتوبر اللي هو شهر التوعيه ضد سرطان الثدي. اولا التعريف، نحن بنحب نوعي الناس ونفهم الناس انه نحن بدنا نعرفه هيدا سرطان، يعني بيبقى في نمو خلايا خبيثة بالجسم تكبر وبتنمى وممكن تنتشر إلى أماكن تانية، هذا هو السرطان. هلأ مش كل كتلة بتكون موجودة عند الست بالثدي بصدرها معناتها سرطان، لا، معظم الأحيان الكتل بتكون حميدة، ولكن إذا كانت خبيثة نحن بدنا نكمشها بأول الطريق ونحكمها، يعني نشخص بأول الطريق ونحكمها. هلا سرطان الثدي في أنواع كثير منه، في أنواع بطيئة النمو، في أنواع سريعة النمو، ولكن كلها هلا صار في إلى علاج. هلا نحن كمان وقت بدنا نعالج سرطان الثدي بنطلع بالمراحل، مرحلة ما قبل السرطان، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة أو مرحلة رابعة. هيدي بتساعدنا هلا نحكي عنها اكثر بعدين بالعلاج. هلا ناس كثير بتسال عن الاحصائيات، ونحن سمعنا احصائيات مؤخرا انه زادت نسبه السرطان بلبنان كلها. مزبوط هالشيء، زادت بلبنان وزادت بالعالم كله. هلا نسبه الزوده عندنا زائده لانه في تغيرات كثير صارت بنمط الحياه، يعني الناس صارت هلا عم تتجه نحو مثلا الاكل السريع، الدايت يعني الغير صحي اللي بيبقى فيه كثير لحوم وشحوم ودهون وما في كثير خضره وفواكه. الناس صارت ما عم تعمل كثير رياضه، الناس بتدخن كثير عندنا بلبنان دخان، وما كان بلبنان والدول العربيه كمان، يعني الدخان كثير عم بزيد وهذا كمان من مسببات السرطان. التلوث البيئي، تلوث الجو، تلوث التربة، المبيدات، التلوث الصناعي، كله هذا بيزيد من نسبة إصابة بالسرطان. الحالات بلبنان كانت حوالي 9000 من شي 12-13 سنة، هلأ صارت تقريبا شي 12000 حالة جديدة كل سنة، بس حسب إحصائيات وزارة الصحة 17000، بس نحن بنعتقد أنه هيدي داخل فيها كمان أعداد كبيرة من المرضى العراقيين والسوريين اللي عم يتحكموا عنا. هلا نحن اللي بهمنا في زودة بالحالات، نحن نص الحالات عند الستات اللي تحت سن الخمسين، فنحن بننصح ب طبعا الكشف المبكر، هيدا اهم شيء الكشف المبكر. الوقاية مثل ما قلت بنتجنب المسببات، هيدي كثير منيحة بتساعد، ولكن الكشف المبكر هو كثير مهم، يعني ما نكتشف السرطان قبل ما يعمل عوارض حتى قبل ما يبين. يعني بننصح الست بين العشرين والأربعين تفحص حالها مرة بالشهر، تتعود، بتشوف إذا في تغيرات بجسمها، تخبر طبيبة. معظم الأحيان ما بيكون فيها سرطان، بس إذا في شيء للوقاية بنروح نشوف الطبيب وبيطمننا أكثر. يعني هلأ الطبيب بنقول تفحص حالها بين العشرين والأربعين مرة كل 3 سنين عند الطبيب. بعد سن الأربعين بتكفي فحص الذاتي، بتطلع بصدرها على المراية مثلا بعد 7 أيام من ابتداء الدورة، إذا في أي تغيرات أو شغلية بتخبر عنهم، يعني إذا الحلمة فاتت لجوا، إذا في كماش بالجلد، أو إذا حست بشي ورم بتخبر دغري عنها. كمان أحيانا كتير ما بتكون شيء، بس بنطمن أكثر إذا رحنا عند الطبيب. نفحص حالنا مرة عند الطبيب مرة بالسنة بعد سن الأربعين، وبنعمل الصورة الشعاعية اللي هي الماموغرافي، نحن بلبنان بنقول لازم نعمل الصورة الشعاعية مرة بالسنة بعد سن الأربعين. الصورة هاي بدها تنعمل بمركز
يكون محترم طبعا، بيراقب كميات الشعاع اللي بتصدر عنده، وبتكون قراءة الصورة بطريقة جيدة حتى ما نغلط، وما لأنه هذه من الأسباب اللي خلتهم بأمريكا وبأوروبا يغيروا شوي بالإرشادات، لأنه ما بدنا إذا واحدة ما عندها شيء نقول عندها شيء، أو إذا واحدة عندها شيء ما نشوفها. لازم تكون قراءة جيدة، والتكنولوجي متقدمة جدا، والماكينات حديثة مشان ما تعمل ضرر، مشان ما تزيد بكمية الشعاع اللي بنعملها. هلا نحن بالحملات بنعملها، نحن اطباء ومؤسسات جامعيه بنعمل حملات من زمان، من 15 20 سنه، كمان بالتعاون بنعمله مع وزاره الصحه العامه بلبنان وبالدول العربيه كلها، كمان الجمعيات الاهليه والجامعات والوزارات الصحه كمان بتعمل حملات توعيه. نحن لاحظنا انه الحملات التوعيه تعطي نتيجه. كنا من زمان نشوف كثير حالات متقدمه، يعني بتجي الست عندها ورم 7 8 سنتي، يعني كيف ما شافتها هذه مش مقبول، لازم يكون حاسس فيها او لازم يكون جوزها حاس فيها. هذه كثير مهمه، وما تستحي وتخبر، لانه لازم تخبر، ما تستحي، لانه الخجل والخوف من نام على السرطان بصير هو يتغلب علينا بدل ما نحن نتغلب عليه. فاذا حسينا بشيء دغري نروح نخبر الطبيب، هذه كثير مهمه. هلا كان يجينا كثير حالات متقدمه، هلا خفت، يعني مع حملات الكشف المبكر خفت هالحالات، كل الاطباء والجراحين عم يشوفوا بعيادتهم انه خفت نسبه هالحالات هذه، ولكن بعدنا عم نشوف 30 35% من الحالات بعدهم عم يجوا لعنا بمراحل متقدمه. هذا ما لازم يصير عاد بكل هالحملات التوعيه اللي عم نعملها. ونحن عملنا دراسه بالجامعه الامريكيه ببيروت وطلعنا شو عم بصير عندنا، لاحظنا انه مع حملات التوعيه خفت حالات السرطان المتقدم، وزادت نسبيا طبعا حالات السرطان المبكر. يعني صرنا كمان نعمل اكثر جراحه جزئيه للثدي، يعني الست اللي بيجي عندها الورم صغير ما بنشلها صدرها كله، بنشلها بس الورم وما حواليه، بنعمل شيء اسمه لامبكتومي بارشل ماستكتومي، جراحة جزئية للثدي، وحتى العقد اللمفاوية اللي تحت الباط ما عدنا نشيلها كلها. إذا الورم صغير وما في شيء تحت الباط بنضوي، بنعمل العقدة الحارسة بنقلها هيدي سنتينال لنفنود وبنشيلها، إذا ما فيها شيء ما بنشيل بقية العقد اللمفاوية، يعني ما بيعود يورم الذراع بعدين إيدها للست، ما بتعود تورم. هيدي كتير مهمة، إنه يعني جزء من الاستفادة من حملات الوقاية اللي والكشف المبكر اللي بنعملها هلا. فاذا هذه احصائيات عنا اياها، بعدين نحن عملنا احصائيات بالجامعه الامريكيه ببيروت، وهذه مثل الدوليا يعني بامريكا واوروبا، انه الحالات المراحل الكشف المبكر اكثر من 90% صاروا عم بيصحوا. عنا تابع عليهم 5 سنين وعشر سنين واكثر، وما بين عندهم سرطان وما روجع السرطان عندهم. بيضل في نسبه قليله بيروجع عندها، خاصه اللي بيبقى متقدم بالبداية، ولكن عادة المراحل المبكرة ما بيروجع عندها. هلا نحن طبعا بننتبه لأمور ثانية مثل نوع المرض، نوع السرطان. في أنواع بتنمى بسرعة أكثر من غيرها، بس كمان صار عندنا أدوية جديدة لها هيك شغلات بنستعملها. في أنواع بعد الجراحة بنعطيهم علاج كيميائي، بنعطيهم علاج مهدف مشان نمنع السرطان انه يروجع. بيكونوا هن بيروجعوا بسرعه، ولكن بالعلاج ببطلوا يروجعوا بسرعه. وكمان يعني المراحل المتقدمه، هلا الشيء الجديد اللي صرنا نعمله، اذا الكانسر 5 6 سم مثلا وفي غدد تحت الباط، بنعطيهم علاج، بنزغروا بندوبوا وبعدين بنعمل العمليه، مشان نقدر نعمل عمليه جزئيه، وكمان مشان نزيد احتمالات الشفاء. بس ما ننسى كمان في ستات بيجوا سرطان متقدم عندهم، هودي كمان واجباتنا نحن انه كمان نحكمهم، وانا بنحكمهم وبننتبه لهم. ونحن بالحقيقه لان في يقول هيدي شغله جديده، معلومه جديده كثير مهمه، انه نحن اكتوبر مانت، يعني شهر اكتوبر هيدا تشرين الاول، بنقول له شهر التوعيه ضد سرطان الثدي. هلا من الان وصاعدا دوليا يعني
الأوساط الدولية بأمريكا وبأوروبا، وعندنا بنصير نسميه شهر العمل ضد سرطان الثدي، Breast Cancer Awareness Action Month بدنا نسميه هيك. بدنا نعمل توعية أحسن، بدنا نعمل كشف مبكر أحسن، بدنا نعمل تشخيص أحسن، بدنا نعمل علاج أحسن، بدنا نساند المرضى أحسن، بدنا نساعدهم أحسن، بدنا إياهم يصحوا أكثر. والمرضى اللي بيبقى عندهم سرطان منتشر كمان بدنا نساعدهم باكتشاف أدوية جديدة، نعمل أبحاث جديدة، نكتشف أدوية جديدة ونعالجهم فيها، في أدوية كيميائية، في أدوية مهدفة، في أدوية مناعية، في أدوية بتوقف نمو الدي ان اي تبع الخلايا السرطانية. يعني في تطورات جديدة كتير بالطب ونحن بنواكبها بالأبحاث وبالعمل كمان منشان نصح أكثر من سرطان الثدي، أو ما نخلي يبين، أو إذا بين يبين هو صغير نقضى عليه ونشيله. نحن فينا بليز نحكي شوي عن الكيمو ثيرابي وقديش هي خطرة على أو مش خطرة، يعني حسب الكيسز. هلا العلاج الكيميائي في أنواع، في أنواع كتير علاج كيميائي، في أنواع يعني قوية، في أنواع وسط، في أنواع خفيفة، كلها بيبقى عندها مفعول ضد الكانسر، ولكن يعني مفعولة على الجسم بيكون مختلف. بس صار عندنا أدوية كتيرة عشان تتحمل الستات العلاج منيح، نعطي أدوية كتيرة، صرنا ضد العيان، ضد الاستفراغ، نعطي أدوية لنقوي المناعة مشان ما يصير عندنا يعني التهابات مع العلاج. نعطي أوقات يعني أدوية كمان للوقاية ضد الالتهابات، مش بس الجرثومية، حتى الانفلاميشنز اللي بتصير، هيدا مع العلاج الكيميائي. هلا بالنسبة للشعر طبعا احيانا ممكن يعني نعمل هيك يعني نغطي يعني السكال كاب، هيك نغطي الراس بمي متلجي مسقعة منشان ما يهروا الشعرات. هلا في حالات يعني بننصح فيها، في حالات بنقول بلاها، بس حتى لو راحوا شعرات الست مع العلاج الكيميائي، صرنا نعمل يعني في بيروكات كتير بتتعود الست على حالها. أنا بقول لهم إنه بيتجددوا شعراتكم، وفي ستات بيكون شعرهم مالس بيطلع كيرلي مجعد، في ست بيكون مجعد بيطلع مالس، أوقات اللون بيتغير. يا يعني بنهونها على حالنا، أنا اللي عم أقوله إنه نحن بنهونها حالنا. صار في علاجات كتير لمنع الاشتراكات من العلاجات، يعني أحيانا كتير. بعدين في تطورات جديدة مهمة كمان لازم نقولها، إنه وقت بنكتشف كشف مبكر يعني في دراسات صرنا نعملها، بندرس الزرع النسيجي منيح، أو وقت بنعمل زرع يعني جيني على الزرع النسيجي لحتى نشوف سرعة نمو هالكانسر هيدا، وإذا كان بطيء النمو ما بنعطي علاج كيميائي. يعني هذه كمان من حسنات الكشف المبكر، إنه ممكن ما نعطي علاج كيميائي، ممكن نعطي بس علاج مضاد للهرمونات لفترة طويلة. وطبعا كمان بنعملهم علاج جزئي، بنعملهم علاج شعاعي، كمان في تطورات كثيرة بالنسبة للعلاج الشعاعي مشان ما يعمل اشتراكات على الجسم كمان. يعني دكتور في شيء تريتمنت بالفيتامين للكانسر؟ هلا علاج، احنا بنقول في علاجات يعني ما عادش نقول علاجات بديله، نقول علاجات متممه. هلا في ناس بيحبوا ياخذوا فيتامينات، هذه ما بتشفي يعني من السرطان، بس بنقول اوكي الفيتامين دي مثلا منيح، بيمنع ترقق العظام، في بعض الدراسات بتقوله بيعمل نوع من الوقايه من الكانسر، بس كعلاج لا، ما في شيء اسمه علاج بس بالفيتامينات. هلا اذا حدا بده ياخذها نحن ما بنقول له لا، فما عصن الا علاجات بديله، بنقول له علاجات متممه للعلاج الاساسي المدروس علميا واللي معروف نتائجه اللي بنعمله. في حدا كمان عم يسال اذا السيد المتقدم بالعمر هل تقدر تتعالج بشيء بديل عن الكيموثيرابي؟
يعني اذا كان خايفين على حدا لانه تعرف ايه هلا نحن بنطلع ايه هلا نحن يعني الست اللي بتبقى متقدمه سنيا كمان بنشوف حسب مش بس العمر العدد، ما هو كمان اذا الجسم قوي بيحبل. يعني اذا الست محافظه على رشاقتها وعلى جسمها وقويه وما عندها مشاكل صحيه تانية ممكن تحمل العلاج العادي، بس كمان في علاجات يعني ما بتتعب كثير الجسم وممكن ان نلجا اليها. ونحن في كثير يعني هلا ابحاث بنعملها لحتى بنقول دي اسكليتنج تريتمنت، انه لحتى نخفف من قوه العلاج. يعني مثلا كنا نشيل الصدر كله صرنا نصير جزء من الصدر، كنا نعطي علاج كيميائي طويل صرنا نعطي علاج كيميائي قصير، نعطي يعني الامور هذه نحن بندرسها وكل سنه بنخيط لها العلاج على اساسها. يعني في شخص عم يستفسر عن ادينوكارسينوما عند سيدة عمرها 75 سنة ومستعدة للثدي، كيف ممكن يعالجوا هذا الشيء؟ الادينوكارسينوما هو نوع سرطان الثدي بنقول له ادينوكارسينوم، يعني هو بنقول له داكتال كارسينوما او يعني لوبولار كارسينوما، بس هو ادينوكارسينوما يعني اوف ذا بريست. هذا هو. هلا في انواع بتبقى انسايتو، يعني داكتال كارسينوما انسايتو، لوبولار كارسينوما انسايتو، هذه هي ما قبل السرطان. يعني هذه وقت بنشيلها عاده المريضه بتصح 100%، ويمكن نعطيها بس علاج هرمون بلا الوقايه للصدر الثاني. هذا اللي ممكن نعمله. يعني دكتور فيك شوي تشرح لنا عن الفيزز تبع الكانسر، شن الفيز 1 فيز 2 والاخطار تاعيتهم، هي اللي بتكون كثير الامباكت تاعها على الجسم. اوكي، هلا نحن طبعا عم نجاوب على اسئله المشاهدين والمستمعين. يعني هلا يعني هو في شيء اسمه مراحل، نحن بنطلع على مراحل السرطان، مرحله ما قبل السرطان، في مرحله اولى وفي مرحله ثانيه. هلا هو هذا وقت بيكون يعني مثلا ما قبل السرطان انسايتو، هيدا او اذا مرحلة اولى اقل من سنتي. المرحلة الثانية يعني من 2 سنتي للخمسة سنتي، والمرحلة الثانية فوق الخمسة سنتي، والمرحلة الرابعة وقت بيكون منتشر بالجسم. طبعا بيختلف العلاج حسب المرحلة. المرحلة الصغيرة كتير الورم نعمل له جراحة دغري بالاول، بينما اذا كان متقدم مرحله ثالثه مثلا او مرحله ثانيه مع غدد ليمفاويه نعمل علاج مشان نصغر الورم بعدين نعمل العمليه. والمرحله الرابعه هون كثير مهم انه نطلع على مستقبلات الهرمونات. يعني عندنا استروجين ريسبتر، بروجسترون ريسبتر، وهيرسبتر، هودي اساسيات نحن بنطلع عليهم وبنشوف اذا استروجين بروجسترون متواجد بكمية كبيرة بيكون نوعا ما بطيء النمو. إذا كان الهير 2 هذا بوزيتيف بيكون شوي سريع النمو، فبس صار لهم علاجة. هلا إذا كان بس استروجين ريسبتر بوزيتيف والبقايا نيجاتيف بنعطيهم علاج مضاد للهرمونات، وصار في أدوية تارجتد تريتمنت مساعدة لل علاج الهرموني CDK4/6 inhibitors بنقلهم، هودي عم بيساعدوا كتير، والمريضة بتاخد علاج هرموني سنة سنتين ثلاثة يعني بتبقى كتير منيحة عليه. إذا الورم سريع النمو أو ما في مستقبلات استروجين أو منه حساس على الاندوكرين تريتمنت، ساعتها بنعطيه العلاج الكيميائي. وهذا الهيرتو ريسبتر صار في أدوية كتير لإله، يعني أدوية مضادات حيوية مونوكلونال، مش يعني انتيبيوتيك، هي مونوكلونال انتي بودي، مو مضاد يعني مضادات يعني هيك الا نحن مونوكلونال انتي بودي، يعني بتروح بتركب على الريسبتر اللي موجود على الخلايا وبتخلي الخلايا ما تعود تتكاثر. فنحن اكيد في ادوية جديدة كتير صارت منيحة وبنعطيها حسب المرحلة. ممكن سرطان الثدي ينتقل لغير المناطق بالجسم؟ ايه، ما هو تعريف السرطان بشكل عام السرطان ينتقل، يعني بيكبر وبيروح الخلايا تطلع باللمفاتكس، تطلع على الليمف نود، او بتروح بالدم وبتروح على بقية الجسم. هلا هذه هي
الانتشار، هذا هو معناته سرطان، يعني السرطان ممكن ينتشر. في حدا عم يسأل عن العلاج الهرموني إذا ممكن يعمل شيء جلطات أو سرطان للرحم. هلا في أنواع علاج هرموني، في أنواع مضادة للأستروجين اللي هو الدواء اللي اسمه تاموكسيفين، هذا مضاد للأستروجين، هذا يعني بنقول له نحن موديليتر، بيغير بمفعول الأستروجين، يعني على الكانسر هو ضد الكانسر، على العظم لا هو بيساعد العظم، هذا التاموكسيفين على الرحم غشاء الرحم بالعكس عنده إفيه بوزيتيف عليه، يعني ممكن تسمك غشاء الرحم، فهذه نحن بنتابعها الستات اللي بيبقوا فوق 50 سنة، بنعمل لهم صورة ألتراساوند كل 6 أشهر، اللي قبل ممكن أقل بس خاصة من بعد سن 50، لأنه اللي قبل أقل ريسك عندهم يعني، بس اللي بيبقوا فوق 45 فوق 50 بنعمل لهم صورة صوتية للرحم، وإذا في زيادة بالسماكة ممكن نعمل لهم بايبسي أو كرتاج، لأنه في نسبة قليلة يمكن 1 بالألف إنه ممكن يصير عندهم يعني سرطان رحم، نسبة قليلة. هلأ بالنسبة للجلطات، وهذا الدواء التاموكسيفين عنده مفعول أكتشولي إيجابي على القلب وعلى الكوليسترول، بس في نسبة زيادة للجلطات، يعني خاصة اللي بيبقوا ناصحين، اللي بيبقوا عندهم ضغط، عندهم مشاكل تانية، ما بيحركوا كتير، ممكن يزيد نسبة الإصابة بالجلطات. هلا في ادويه تاني مضاده للهرمونات بنستعملها عند الستات اللي فوق 50 وقفت الدوره عندهم، او الستات اللي بنعطيهم دواء لنوقف لهم الدوره وبكونوا بعدهم بعمر اقل من 50، هذيك الادويه كمان تمنع انتاج الاستروجين وتعطينا مفعول وقائي ومفعول علاجي كمان، بس هذيك ما لها اثر على الرحم، بس هيك ممكن تعمل اثر على العظم، تعمل نوع من ترقق العظم اللي كمان صار له علاج، نعطي ادويه من شان ما يصير في ترقق عظام. كمان في عنا سؤال عن الكتل الحميده، هل لازم ازالتها من الخليه؟ الكتل الحميده عاده لا ما بنشيلها، يعني خاصه البنات الصغار بالعمر دائما بيطلع عندهم كتل صغيره. هلا الكتله هيدي بنراقبها صغيره وبتضلها صغيره، هلا اذا كبرت كثير ووجعتها ممكن نقرر انه نشيلها. هلا نحن بنصورها، بنعمل صوره صوتيه، الستات صغار بالعمر 35 تحت 35 40 ما بنعمل لهم ماموجرافي دغري بالاول، بنعمل لهم صوره صوتيه الالترا ساوند، الصوره الصوتيه بنعملها وبندرس مواصفات هالكتله هذه، اذا حدودها منتظمه، اذا داخلها منتظم، ما في شيء ريجولر، ما في شيء هيتروجينيس، يعني بتبقى كلها هوموجينيس، بنقول هذا ورم حميد، هيدي فايبرو ادينوم، عادة ما في لزوم نشيلها. إذا شكينا فيها كبرت شوي أو فيها مواصفات مش منيحة بنعمل شكة إبرة، بنعمل بايبسي. عادة ما بنشيل أي كتلة من الجسم قبل ما نعمل بايبسي، لأنه بنعمل بيوبسي شكة إبرة وبنشخص، إذا كانت حميدة خلص بنعرف شو بدنا نعمل، أما إذا كانت خبيثة ساعتها بناخد احتياطاتنا مشان ما نرجع نعمل عملية تانية، مشان ما نترك شيء بالجسم، منشان نعالجها بطريقة جيدة. هذا اللي عم قوله العلاج الجيد السليم من البداية لكل الستات. هل الرضاعة الطبيعية، عدم الرضاعة الطبيعية ممكن أن تكون سبب لسرطان الثدي؟ هلا نحن من أسباب السرطان نعرف أنه الست اللي بتحبل بعمر صغير يعني قبل 20 بخف من احتمال الإصابة بالسرطان. الست اللي بتخلف بتجيب أولاد أكتر يعني كتير، كل ما كتر عدد الأولاد كل ما كان في وقاية أكتر، وكل ما رضعت أكتر كمان بتعمل وقاية. هلا بتعمل وقاية طبعا ما في شيء 100% بهيك وضع، فالستات اللي ما بيجيبوا أولاد والستات اللي ما بيرضعوا يعني نسبة الإصابة بالسرطان الثدي عندهم أكثر من الستات اللي بيكون مرقوا بهالمراحل هيدي. هذا الجواب يعني. إلى أي مدى يؤثر العلاج الكيميائي سلبياً على مريض السكري؟ على مريض السكري؟
هذا حسب الأدوية الإضافية اللي بنعطيهم إياها، يعني أوقات مع العلاج الكيميائي بنعطي كورتيزون ديكساميتازون مشان نخفف من الاشتراكات، مشان نخفف من العيان، هذا ممكن يزيد نسبة السكر. بس عادة بشكل عام الأدوية الكيميائية ما بتزيد هي بالسكر. في بعض العلاجات اللي بنعطيها مع الأدوية الهرمونية ممكن تزيد بنسبة علو السكر يعني. في مريضة عم تقول إنه عندها سرطان الثدي من 5 سنين بتعالج على التاموكسيفان ولا بلشت بفيمارا، قديش ممكن تضل عم تاخذ الدواء وهل ممكن ينتقل للعضلة؟ هلا هو هون حسب المرحلة. هلا إذا كانت مرحلة السرطان أولية حسب مواصفات الورم، نعطي نحن التاموكسيف كنا نعطيه 5 سنين، هلا صرنا نعطي او التاموكسيف 10 سنين او بنعطي حبوب لتروزول او انستروزول او اكزامستين، هذه ادويه ثانيه من نوع الفيمارا واريميدكس واكزامستين مثل ما عم تقول الست، هذه كمان بنعطيها 5 سنين، يعني بنعطي 5 سنين من هاي وخمس سنين من هاي. هلا احيانا يعني بنشكل ممكن نبلش بالاروماتيز انهبيتر هوديك الحبوب وبعدين التاموكسيفين، ممكن هوديك نعطيهم 5 سنين 7 سنين، يعني حسب درجة السرطان نسبة الريسبتورز عليه والمرحلة، كمان حسب المرحلة وحسب عدد العقد الليمفاوية اللي موجودة تحت الباط بنقرر بالضبط أزوسي. فهذه الست لازم تحكي مع طبيبها وبيقول بالضبط شو انسب شيء، بس نعم ناخذ 5 سنين تاموكسيفين بعدين 5 سنين اروماتيز انهبيتر. في كمان سؤال عن حالات بالعائله بسرطان الثدي وعندهم ست متقدمه من العمر، هل بتعمل استئصال للثدي للوقايه من السرطان او لا؟ الست المتقدمه بالعمر هلا هو نحن عاده اذا في يعني سرطان بالعائله متعدد او اذا السرطان بيجي عند بنات صغار بالعمر بنحكي معهم بننصحهم نعمل شيء اسمه جينيتك كونسلنج، بننصحهم نشوف اذا في ضروره نعمل فحص جيني لنشوف اذا عندهم استعداد وراثي ليصير عندهم سرطان. هلا الاستعداد الوراثي هذا عادة ببين يمكن 5 إلى 10% من الحالات كلها. هلا اذا في استعداد وراثي تغيرات بشيء اسمه بي ار سي اي جين مثلا او غيره، ساعتها بننصح افراد العائله الثانيين ومنهم ممكن تكون الام مثلا، يعني اذا البنت يعني صار عندها شيء، او اذا الام ممكن الاخت يعني نعم ممكن ننصح بهالشيء اذا تبين عندنا شيء عامل وراثي، والا بتصير الست تنتبه لحالها اكثر، تفحص حالها عند الطبيب وتعمل الصورة الشعاعية حسب الإرشادات اللي أعطيناهم إياها. دكتور آخر سؤال بدي أسألك إياه، إنه بحال يعني سيدة انصابت بسرطان الثدي وما كان في علاج أو العلاج ما عم يمشي حاله، كيف فينا نساعد هذه السيدة لتتعايش مع مرضها بشكل إنه ما يأثر على نفسيتها سلبا؟ هلا هو وقت بتكون الست اخذت علاج وصار مستعصي على العلاج، هلا نحن في عنا علاجات كثيره ممكن نعطيها خيار ممكن تتحسن لفتره معينه، بس كمان ممكن ندخلها ب يعني تجارب سريريه كلينيكال ترايلز، ممكن عم نشتغل على ادويه جديده ممكن نساعدها فيها انه نعطيها اياها، بس طبعا بهمنا كثير انه تكون مرتاحه ما تتوجع نفسيا نساندها. نحن بالجامعه الامريكيه ببيروت بنعمل حلقات مسانده للسيدات، سبورت جروب سايكولوجي يعني مورال، وحتى اللي بيبقوا عندهم يعني حاجات بنساعدهم، فبنعمل سبورت جروب نعمل لنخلي الست تضل ب مرحله رياح، يعني بدنا نريحها إذا المرض عندها صار ما يعني منه حساس على الأدوية. بس كمان برجع بقول إنه في تجارب كثيرة عم بتصير، في عادة يعني الوقت بيكون الست المرض منتشر عندها بنقول لها أوكي يمكن تعيش سنتين ثلاثة،
ولكن هلأ صاروا يعيشوا 4 و5 و6، وعندي ستات صاروا الفترة أطول كمان عم يتحكموا وعم ياخدوا علاج، بما أنه صار عندنا علاجات كثيرة فبنعطيهم دواء وراء دواء، ممكن ناخد كيماوي مهدف هرموني، يعني في احتمال كثير أنه نلاقي علاج. وكمان كثير مهم نعطي علاج للألم، علاج مريح نفسيا، ممكن نعطي أدوية للأعصاب، كل حالة شكل، يعني ما في مريضة مثل التاني. ونرجع بنقول يعني أنه نحن بدنا ما نوصل لهالمراحل المتقدمة، بدنا نعمل الكشف المبكر، وبدنا يعني نصير نكتشف الورم أكثر بحالات مبكرة لحتى نصير نصح أكثر وما نتعرض للمشاكل اللي بتصير وقت بيكون السرطان متقدم. دكتور صغير، آخر كلمة منك، بدي بس أعرف عن تأثير عمليات التجميل للصدر على ممكن تأثير. هلا في تجميل وفي ترميم. طبعا نحن التجميل هن الستات اللي عم بجملوا بكبروا بزغروا بزبطوا، ما بيكون بهون شيء. والترميم تعبير مهم، ان الستات اللي كان عندهم كانسر كان عندهم سرطان نشيل صدره مثلا بنرمم له بنحط لهم صدر جديد. هلا وقت بنحطه بروتيز، هذا السؤال، يعني عاده البروتيز ما بتسبب سرطان، ما بتسبب سرطان. احيانا بصير في مشاكل مناعه هيك مثل نوع الحساسيه على الموضوع، في حالات نادره انواع لنفوما، يعني سرطان لنفوما ممكن يصير مع البروتيزات هذه، يعني البروتيز بس قليله هذه، بس من نوع سرطان الثدي لا ما لها علاقه. دكتور صغير، ثانك يو كثير لك على الحلقه ويعطيك العافيه. شكرا.